السلطات الشيلية تناضل لإخماد الحريق الذي يجتاح منطقة فالباريزو وسط البلاد. وفي إجراء احترازي قامت السلطات بإجلاء حوالي 4500 شخص، كما رفعت حالة الطوارئ في فينا ديل ماري وفالباريزو. واندلع الحريق في منطقة غابات، بينما شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا في درجات الحرارة، وامتدت ألسنة اللهب التي أججتها الرياح لتدمر حوالي 500 هكتار، حيث أصبحت تهدد بلدات مجاورة. وجرت عملية الإجلاء بإشراف عسكريين وقوات من الشرطة في بلدات قريبة من فالباريزو، ونقل السكان إلى مراكز إيواء في المنطقة.